طيب دلوقتي السؤال الثالث نفس الشيت بيقول لك افترض ان اللايكلي هودز بتاعتنا عباره عن جاوسيان دنسيتيز اوف سكيلر فاريبل وذ فاريانسز كذا وكذا وزيرو مينز، وافترض ان البرايورز كذا والراجل الجميل ده كذا وبرده هو كاتبه بالعكس، يعني فده لامدا 1 2 وده لامدا 2 1. هاو دو يو كلاسيفاي ذا فولوينج باترنز؟ هي ده سؤال تطبيق مباشر، ده سؤال اسهل بكتير من السؤال اللي فات، هو مجرد تعويض مباشر في القوانين اللي معانا اسيومنج ان انت عارف الجاوسيان دنسيتي عامله ازاي. طيب الجاوسيان دنسيتي عموما f of x بيساوي 1 على جذر 2 باي سيجما e باي سيجما e باور نيجاتيف x ناقص ميو تربيع على 2 سيجما تربيع. انا طبعا مفترض انكم عارفين الكلام ده من زمان يعني، وان كنت انا غالبا هديرايف الكلام ده كمان كام فيديو، لان انا كده كده هعوز اديرايف الكلام ده في الهاير دايمنشنز، فبالمره هقول هو جه منين في اللور دايمنشن، يعني كده كده هنبني عليه في الهاير دايمنشن. بس دلوقتي بالنسبه للسؤال ده المفروض ان احنا عارفينه اصلا. هو بيقول لي المينز بزيرو، وبالتالي هو بيقول لي ان الاف اوف اكس جيفن اوميجا 1 جيفن اوميجا 1 عباره عن جاوسيان الفاريانس بتاعه بواحد، فهو بيساوي 1 على جذر 2 باي والفاريانس بواحد بالنسبه لاوميجا 1 فاريانس بواحد، او لا لحظه الفاريانس بواحد بتاع الستاندرد ديفيشن برضو بواحد اي باور نيجاتيف الميو بزيرو اكس تربيع على 2 علشان السيجما دي سيجما تربيع بواحد. طيب وبيقول لي برضو ان اف اوف اكس جيفن اوميجا 2 عباره عن جاوسيان بس السيجما تربيع بتاعه بنص وبالتالي السيجما بربع، مش كده؟ المشكله دي. طيب 1 على جذر 2 باي مش بربع، لا مش بربع، كنت عامل غلط، 1 على جذر 2 يعني عباره عن جذر 2 على يعني جذر 2 جذر 2 على جذر 2 في جذر باي، مش كده ولا ايه؟ اظن ان هو كده ان شاء الله. يعني e باور نيجاتيف x تربيع على 2 سيجما 2 تربيع اللي هو على 1، هو كده بس. فهو مديني البروبابيلتي دينستيز دي، واتمنى ان انا ما اكونش غلطت في حاجه يعني. طبعا ده كده هيبقى 1 على جذر باي، 1 على جذر باي، والراجل ده 1 على جذر 2 باي في الكلام ده. وكده بيقول لك افترض ان البرايورز كذا والترم ده كذا بس هو عاكس الحاجات. طيب هكلاسيفاي ازاي؟ احنا متفقين ان احنا بنكلاسيفاي كلاس 1 لو اللايكلي هود ريشيو اكبر من حاجه معينه، اللي هو نفس الشيء ده، نفس المعادله دي. كده هيخلينا كلاسيفاي كلاس 1 لو اللايكلي هود ريشيو اكبر من الشيء اللي على اليمين ده، يعني كده. في الحاله دي f of x given اوميجا 1 كان بيساوي 1 على جذر 2، طبعا دي 1 على جذر 2 جذر باي جذر 2 جذر باي، لما اقسم ده على ده عايز اقسم دول على بعض فهيديني 1 على جذر باي هتطير، هيبقى 1 على جذر 2. يبقى دلوقتي عندي 1 على جذر 2 e باور نيجاتيف x تربيع على الاثنين مقسومة على e باور نيجاتيف x تربيع، لازم يكون ده أكبر من الراجل ده، هو مديهولي بكام؟ مديهولي بسبعة، و بعد كده عايز البرايورز، أنا عايز probability of omega 2 اللي هي أصلا بتلاتة من عشرة على سبعة من probability of سبعة من عشرة، يبقى تلاتة على سبعة، يبقى أنا عايز ده أكبر من تلاتة. لو ده اكبر من 3 هكلاسيفاي از كلاس 1، else هكلاسيفاي از كلاس 2. طيب تعالى ناخد لين للطرفين، طبعا دي مش 1 على جذر باي، دي 1 على جذر 2، 1 على جذر باي هو اللي طار، 1 على دي 1 على جذر 2. ماشي العاده عندي مشكله في الايه الحسابات بس مش مهم. اضرب جذر 2 في الطرفين، يبقى انا عايز e باور نيجاتيف x تربيع على ال 2 بلس x تربيع يكون اكبر من 3 جذر 2. طبعا دي كده عباره عن اكس تربيع على الاثنين اساسا، اكس تربيع على الاثنين، يبقى انا عايز اي باور اكس تربيع على الاثنين اكبر من الكلام ده. اخد لين الطرفين، يبقى اكس تربيع على الاثنين اكبر من لين 3 جذر 2، 3 جذر 2، وبالتالي انا عايز اكس تربيع اكبر من 2 لين 3 جذر 2. تحسب ده بالآلة الحاسبة تلاقي لين 3 جذر 2 في 2 يعني اكس تربيع اكبر من 2.89، وبالتالي انت عايز
اكس، ناخد الجذر بقى كده الطرفين، يبقى انت عايز اكس اكبر من 1.7 اور اكس اصغر من نيجاتيف 1.7. في الحالتين دول هكلاسيفاي اس كلاس 1، ده كده في الحالتين دول كلاس 1، إلس كلاس 2 ماشي، او كلاس 2 اذروايز. طيب هو مديني شويه بوينتس بقى، فانا هشوفهم، بس الموضوع بسيط جدا بقى. هاخد البوينتس دي، هات يا عم كده، هات دول، تعال نشوف. 2.8 اكبر من ده يبقى كده دي كده كلاس 1. 2 من 10، لا دي كده كلاس 2، دي كده كلاس 2، دي كلاس 1. 1.4 دي برضو كلاس 2 اظن، عشان هي 1.4 اصغر، مش اكبر من 1.7. نيجاتيف 6 من 10 دي اظن كلاس 2، نيجاتيف 1.9 دي كلاس 1. جميل.